بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تجربه سهله جدا. هي مش مساله كابتن ايمن انها سهله او قويه. هو المنافس لازم قوه لعيب النادي الاهلي، فلعيب النادي الاهلي عندهم اصرار النهارده قدام المدير الفني ان هم يعملوا تحركات ويجروا ويثبتوا نفسهم وعاملين حاله ضغط. فانا مش حاسس بفرقه الغياب الحقيقه، يعني ما عندهمش اكسجين في الملعب، ما عندهمش تنفس، ما عندهمش وده بسبب لعيبه النادي الاهلي اللي واخد الموضوع جد، مش هزار يعني. فاحنا حاسين المباراه سهله، حاسين ان التجربه مش زي التجارب اللي قبل كده بتاعت بتروجيت والمقاولين العرب. في فرق فوارق كبيره قوي بين فرقه الغاب وفرقه النادي الاهلي، فهو ده الشكل اللي انت شايفه. انما خلينا ناخد الايجابيات، مثلا الايجابيات ان في لعيبه راحت على الجول وجابوا جول، ومش وحكايه انك تجيب جول دي ماتش بقى حبي، ماتش سهل، تقدر تضرب الديفنس بتاعهم في اي وقت وتعمل سبرنت وتبقى انت والجون في نفس الوقت. دي ايجابيات ليك انت نفسيا، اكنك بتلعب تقسيمه مع النادي بتاعك وبتجيب فيه جول برضه وتقدر تجيب. هي الحكايه لو افترضنا ان احد مصطفى شوبير مثلا هو اللي واقف الناحيه الثانيه، ايوه، وقدر يشيل حاجه مثلا، ولا وكنا بنعمل التطعيم احنا بنطعم بعض وساعات لعيبه، بس ده عشان ماتش مذيع طبعا. فرقه الغاب هتعتمد كليا على لعيبتها، فهو الحكايه مش مساله ان التجربه ضعيفه او تجربه مفيش، طبعا في فوارق كبيره قوي بين لعيبه، انما لعيبه النادي الاهلي عندها جديه في اللقاء. ماشي كابتن اسامه، ايه رايك في الشوط الاول؟ يعني طبعا مع احترامنا لفرقه الغاب، طبعا يعني المباراه سهله جدا للعيبه النادي الاهلي. طبعا اجوان حلوه، الاجوان اللي جت يمكن مستر موسيماني بيشوف مثلا حد بيجهزه زي محمد محمود، حتى من الناحيه البدنيه انه الناحيه البدنيه تزيد عنده، بيشوف كريم فؤاد في منطقه جديده، كريم بنشوفه تملي في الاطراف في الباك في اليمين والشمال، هو شايف حاطه في نص الملعب بس بيتقدم لقدامه، سايب احمد نبيل كوكا بس هو المدافع، بيشوف اكتر احمد عبد القادر، واحد زي حسام يجيب جون حتى في مباراه سهله دي ياخد ثقه شويه. لكن ما يعتبرش طبعا تقييم فعلي او نهائي على اللاعب، ولكن بيبقى في بعض الملحوظات المدير الفني بيبقى حابب يشوفها حتى لو في مباراه سهله يعني. صحيح. فهي اجوان حلوه واعتقد هتزيد كتير جدا الشوط الثاني. كابتن عادل، سريعا رؤيتك لاداء النادي الاهلي الشوط الاول. لا، اداء كويس بالنسبه للمباراه. الخصم الصراحه يعني ضعيف وكل حاجه، يمكن مستر موسيماني هو قاصد كده، يمكن هو عارف قوه الفرقه. اكيد عارف ان هي دي فرقه مش تبقى فيها مقاومه جامده، عشان كده ممكن يكون هو عاوز يستفاد بلاعب ولا اتنين. صحيح. زي مثلا محمد هاني ياخد نفس المباريات، عبد القادر ومحمد محمود ياخد ثقه اللعب، ورامي ربيعه يعني في اهداف، وممكن حسام حسن كفرود ومحمود وحيد كباك ليفت عنده اهداف انه يجروا كتير. المباراه سهله جدا، ممكن ما ترتقيش ان هم ان يبقى فيها منافسه، يعني مش هتاخد منها ناحيه فنيه قد ما تاخد منها ناحيه فانتازيه، اللي هي اللي اتقال عليها ايه، انك انت بتبسط اللعيبه وفي نفس الوقت بتجهزهم. كابتن بلال، مين لفت نظرك في الشوط الاولاني؟ بص، الماتش ده مش للتقييم يا كابتن ايمن، يعني النهارده ما ينفعش نقول ايه الماتش ده احنا بنقيم عليه اداء لعيب او امكانياته او قدراته او فنياته او احيانا المدير الفني بيفكر بدل ما يعمل تكتيك سلبي كده اللي هو اللعيبه تتحرك وتجري لوحدها، بيحاول ان هو يختار فرقه ممكن يشتغل الشغل ده عليها تبقى حاجه بسيطه، يعني فاهم قصدي؟ عشان يبتدي يجرب انا هشتغل من ناحيه اليمين ازاي، من ناحيه الشمال ازاي، اللعيبه اللي موجوده دول هل ممكن تبقى بدائل جيده تقدر تنفذ الشغل اللي انا بشتغل عليه؟ بعد الجمل التكتيكيه بالظبط، بعد الجمل التكتيكيه، وده وضع طبيعي. خد بالك ان انت وكمان انت مش عايز تاخد بعض المباريات القويه شويه علشان برضو حته الاصابات التنافس، عايز برضو الامور تبقى سهله بالنسبه لك، تحسس اللعيبه ان انت في اجواء ماتشات ولكن الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك، ما فيهوش اي تنافس، عشان تخرج اللعيبه سليمه وتقدر من خلال ان انت برضو تستكشف بعض اللعيبه داخل الملعب يعني. طيب هنروح لفاصل، ومن بعد الفاصل نروح ان شاء الله نتابع الشوط الثاني مع معلقنا المتميز محمد عفيفي، ونقابل حضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.